فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما يخطب الخطيب يوم الجمعة ويذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل كلما ذكره عليه الصلاة والسلام هل يلزم أن نصلي عليه أو تكفي صلاة واحدة في الخطبة؟ لا، عند ذكره، الصلاة عليه عند ذكره، لكن تخفي هذا، ما تظهره وقت الخطبة، لا تظهر هذا في نفسك، تصلي وتسلم عليه في نفسك. نعم.